علاقات مصرية اقتصادية قوية تجمع مصر وموزمبيق، وتعد انعكاسا حقيقيا لقوة ومتانة العلاقات السياسية بين البلدين وتقارب في الرؤى بين قادة البلدين. وشهد حجم التبادل التجاري بين مصر وموزمبيق نموا ملحوظا وأخذا في التزايد خلال الفترة القادمة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. بعد التحية أستاذ جميل، يعني العلاقات المصرية الموزمبيقية علاقات ممتدة، دعنا أكثر في المشهد وتفاصيل عن هذه الزيارة والمحطة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي في موزمبيق في جولته الإفريقية. هو بالطبع زيارة مهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موزمبيق، وتأتي في إطار زيارته أو جولته الأفريقية الأخيرة، وهي جولة مهمة جدا وزيارات مهمة جدا خلال الفترة الأخيرة. وإحنا عارفين طبعا أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه بيولي اهتمام كبير منذ تولى في عام 2014 باتجاه القارة الأفريقية باعتبارها العمق الاستراتيجي للدولة المصرية، وتقديم كافة الدعم لدول القارة، وأيضا نقل التجربة المصرية في التنمية الشاملة إلى دول القارة الأفريقية. طبعا هناك تعاون طبعا وسيط مع كافة الدول، وبالطبع زيارة الرئيس لموزمبيق هي زيارة مهمة من أجل زيادة التبادل التجاري، من أجل أيضا التنسيق في المجال الأمني والتنسيق في كل المجالات وفي المجال الاقتصادي وأيضا في المجال الاستثماري، ونقل الخبرات المصرية في مجال التنمية إلى دولة موزمبيق. أستاذ جميل، الحقيقة يعني ويمكن هذه هي الزيارة الأولى لرئيس مصري لدولة موزمبيق، وبعد ختام الكوميسا بالأمس حرص الرئيس السيسي على زيارة موزمبيق وانعكاسات هذا على العلاقات الممتدة والتبادل التجاري والجانب الاقتصادي أيضا في رأيك. هي الزيارة الأولى طبعا للرئيس عبد الفتاح لموزمبيق، وأيضا كانت الزيارة الأولى للرئيس لكل من أنغولا وزامبيا، هي طبعا في اطار يعني زياده العلاقات وتعميق العلاقات السياسيه بين الدولتين، وتعميق العلاقات الاقتصاديه ايضا والاستثماريه بين البلدين. وزي ما قلت لحضرتك في البدايه ان هناك توجه مصري منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الى القاره الافريقيه، لان احنا هذه القاره طبعا لسنوات طويله كانت الدوله مهمله التعامل مع الدول الافريقيه. ففي الوقت الحالي بالطبع الرئيس بيولي الاهتمام الكبير، وايضا مصر لو نظرنا إلى مصر خلال الفترة الماضية، خلال التسع سنوات الماضية، هنجد أنها بتتحدث بلسان حال أفريقيا في كل المحافل الدولية. نجد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث عن القارة الأفريقية، يتحدث عن متطلبات القارة الأفريقية، يتحدث أيضا عن تأثيرات التغيرات المناخية على القارة الأفريقية بصفتها أنها أقل قارة انبعاثات حرارية أو كربونية مضرة، وهي في الجانب الآخر هي أكثر القارات تضررا. شفنا طبعا الدور المصري خلال قمة المناخ في شرم الشيخ، والدور المصري لإنشاء صندوق للدول الكبرى لتقديم الدعم أو الاطلاع بمسؤولياتها من أجل رفع المعاناة عن أو مواجهة القارة الأفريقية ودول القارة الأفريقية لحالة التغير المناخي اللي أثرت بشكل كبير على كل مناحي الحياة في القارة الأفريقية. طبعا مصر بتسعى في الوقت الحالي إلى زيادة التنمية داخل الدول الأفريقية، إلى أن يكون في تكامل اقتصادي بين الدول الأفريقية بعضها لبعض، أن يكون في أيضا دعم من مصر لكل الدول الأفريقية اللي محتاجة الدعم في أي مجال من المجالات. وزي ما احنا سمعنا الرئيس امبارح في كلمته لما قال أن مصر قدمت دعم 30 مليون لقاح للدول الأفريقية في فيروس كورونا، وأيضا تقديم الدعم الأمني وتقديم الخبرات كلها لمواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية اللي متغلغلة داخل القارة الأفريقية في الوقت الحالي، واللي هي أكبر عدو للتنمية داخل الدول الأفريقية. احنا عارفين في العديد من الدول الأفريقية بها
تنظيمات إرهابية ومحاولة إعادة انتشار لهذه التنظيمات في بعض الدول واتخاذ بعض الدول لمعسكرات لها. كل ده طبعا بيأثر على التنمية، بيأثر على الاقتصاد، بيأثر على الشعوب نفسها. وكان في مبادرة للدولة المصرية اللي هي مبادرة إسكات البنادق لوقف الصراعات الإثنية داخل الدول الأفريقية والاتجاه إلى التنمية الشاملة، بجانب أيضا أن مصر بتقدم دعمها المستمر في مجال البنية التحتية، وزي ما قال سيادة الرئيس بالأمس أيضا أن سد تنزانيا ده أكبر دليل على التعاون بين القارة الأفريقية والدول الأفريقية بعضها لبعض. إذن العلاقات المصرية الأفريقية وبخاصة طبعا الدول التي زارها الرئيس أنغولا وزامبيا وموزمبيق هي علاقات مميزة، علاقات سيتم البناء عليها في المرحلة المقبلة في العديد من المجالات والعديد من التنقيطات التي تصب في النهاية في مصلحة تلك الدول ويزيد من التبادل التجاري ومزيد من الاستثمارات بين الدول بين مصر وهذه الدول، وأيضا نقل الخبرات المصرية في كافة المجالات اللي تحدثنا فيها إلى تلك الدول من أجل التنمية الشاملة ومن أجل رفاهية الشعوب الأفريقية. حضرتك أثرت الحقيقة أستاذ جميل نقطة في غاية الأهمية، وهو هذا العمق والبعد الاستراتيجي والعلاقات بين مصر وإفريقيا. هذا الملف يمكن اللي سكت عنه الأعوام وأعوام، لكن شفنا يمكن في قمة الكوميسا وعلى هامش وفي ختام هذه القمة التقاء الرئيس السيسي بعدد من قادة الدول الإفريقية مثل رئيس جمهورية كينيا ورئيس جمهورية ملاوي أيضا، والآن نرى سيادة الرئيس في موزمبيق لتعميق العلاقات. ولو تحدثنا عن هذه النقطة أكثر تفصيلا، ويعني هذه العلاقات المصرية الإفريقية كأحد أهم الدوائر الاستراتيجية الهامة لمصر للحفاظ على الاستقرار للتمكن والاستثمار في مجال التنمية. هي من أهم الدوائر بالنسبة للدولة المصرية، من أهم دوائر الأمن القومي اللي هي القارة الأفريقية، والتنسيق بين الدول بعضها البعض سيؤدي إلى التنمية والاعتماد. الدول الأفريقية تمتلك ثروات عديدة وتمتلك أيضا خبرات عديدة، فإذا تم التنسيق بين هذه الخبرات والموارد الطبيعية الموجودة من المؤكد أن أفريقيا سيتم النمو فيها بشكل كبير وتتحسن معيشة المواطن فيها بشكل كبير. على الجانب الآخر طبعا زي ما قلت لحضرتك التنسيق الأمني مهم جدا، لأن بعض العناصر والتنظيمات الإرهابية قدرت أن هي تتغلغل داخل بعض الدول الأفريقية زي مثلا بوكو حرام في نيجيريا، التنظيم القاعدة، تنظيم داعش، العائدون من أفغانستان، كل دول وأيضا الشباب في الصومال، كل دي أثرت بشكل كبير على حالة الاستقرار في هذه الدول. ولهذا السبب مصر في عام 2016 أحيت تجمع الساحل والصحراء مرة أخرى من خلال اجتماع لوزراء دفاع دول الساحل والصحراء في مدينة شرم الشيخ من أجل مواجهة تلك التنظيمات والجماعات الإرهابية وكيفية مواجهتها. ومصر قدرت أن هي تقدم خبراتها في هذا المجال، لأن مصر تمتلك خبرات كبيرة في مجال مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية، وأنشأت مصر المركز لمواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية لدول الساحل والصحراء في القاهرة، وأيضا تدريب أكثر من 1000 عنصر من عناصر الأمن والقوات المسلحة في دول الساحل والصحراء. إذا مصر بتسعى بشكل كبير إلى إحداث الاستقرار داخل القارة الأفريقية ومواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية العابرة للحدود والقضاء عليها بالتنسيق طبعا مع الدول الأفريقية، وأيضا زيادة الاستثمارات بين الدول الأفريقية بعضها البعض، لأن هو ده السبيل الوحيد من أجل التنمية والسبيل الوحيد من أجل رفاهية الشعوب.
وزي ما بقول لحضرتك وقلت لحضرتك في البدايه ان الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ان اولى اهتمامه للقاره الافريقيه وهو دائما ما يتحدث بلسان حال القاره، يعرض كل الازمات والمشاكل التي تواجه القاره الافريقيه، وده احنا شفناه كمان بعمق لما مصر قدرت، لما مصر كانت رئيس الاتحاد الافريقي وكان هناك تنسيق كبير بين مصر والعديد من دول العالم الكل، فعلا زي مثلا في مؤتمرات عديده وقمم عديده زي قمه الصين وافريقيا وقمه الولايات المتحده روسيا وافريقيا وايضا اليابان وافريقيا تيكات، كل دي كان لمصر دور كبير جدا في جلب ايضا دعم من تلك الدول والمنظمات الدوليه للقاره الافريقيه من اجل اعاده البناء مره اخرى لتنفيذ بنيه شامله ضخمه داخل القاره الافريقيه، وايضا مصر زي ما بقول لحضرتك تمتلك الخبرات وتمتلك قدراتها في نقل الخبرات المصرية إلى أفريقيا والتنسيق فيما بينهم في مجال عملية الربط الكهربائي أو عمليات الطاقة الجديدة والمتجددة والاتجاه للاقتصاد الأخضر، كل ده طبعا بتسعى إليه الدولة المصرية في الوقت الحالي من أجل التنسيق مع كافة الدول الأفريقية، وده اللقاءات العديدة اللي قام بها سيادة الرئيس عبد الفتاح منذ أن تولى حد الجميل. صحيح، جزيل الشكر لحضرتك أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا.